السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اسلام طاجن، وان شاء الله النهاردة معانا درس جديد من دروس كتاب English Phrasal Verbs in Use. النهاردة معانا الدرس رقم 15، وهندرس فيه 14 فعل مركب كلهم متفقين في حاجة واحدة، ان حرف اللي بعدهم هو يكون of، ولكن الافعال نفسها هي اللي تختلف. عارفين ان of بتعطيك بمعنى او ايحاء بفكرة ان في حاجة بترحل من مكان، او في حاجة مش موجودة معانا او بره الشيء. هو ده اللي هندرسه النهاردة مع معاني مختلفة لما بيجي الفعل مع of بيعطيك معنى. رجاء لا ننسى ان احنا نسجل ملاحظات عندنا في ورقة خارجية او في دفتر لو انت معايا من اول الكتاب ومستمر، لان في افعال هتلاقيها النهاردة اتكررت في دروس سابقة، وهتلاقي نفس الفعل موجود ولكن حرف اللي اتغير. طبعا هيبقى معانا النهاردة اوف ولا هيعطيك معنى جديد، فبالتالي انت لو مسجل كويس ممكن تجيب الفعل السابق مع الفعل النهاردة مع الفعل اللي هيبقى اخوه مثلا مع حروف جر مختلفة، فيبقى عندك داتا كاملة للفيرب as a phrasal verb وبيديك المعنى. وما ننساش ان كان من الملاحظات الهامة لينا في المقدمة للكتاب we should study phrasal verbs as a unit or a phrasal verb as a unit، انك تدرس الفعل المركب كوحدة على بعضه. اوكي and if you want to understand it well you have to memorize them or remember them in a sentence، وعشان تفتكرهم حاول تفتكرهم في جملة او تبقى عندك رابط ليهم في جملة. دي كانت ملحوظة تانية لينا في درس جديد من او في درس قديم من المقدمة. كالعادة لا ننسى دعمك المباشر، لايك شير سبسكرايب فعل زر الجرس، فوق عندك بطاقة فيها كل حلقات كتاب English Phrasal Verbs News من اوله لاخره باذن الله، وفي عندك بطاقة تانية لكتاب English Grammar News شرح كل قواعد اللغة الانجليزية من الكتاب ده من اوله لاخره تم. اضغط على البلاي ليست هتلاقي يجيب لك الحلقات كلها، وفي بلاي ليست تالتة لكل حلقات كامبلي تقريبا معايا بيني وبين نيتيفز بتكلم فيهم محادثات باللغه الانجليزيه لو حبيت تستمع لاي حاجه منها. وفي كود وعندك فيه في الوصف هتلاقي معلومات تانية، وفي كود لو ضغطت عليه ممكن يعطيك 10 دقايق فري مينتس يوزنج كامبلي اف يو لايك تو يوز ات اور ذا اب. درس النهارده اوف 14 فعل مركب، جاهزين؟ بسم الله يلا نبدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يونت 15 اوف سيكشن A بيقول لك leaving places. عارفين place مكان leaving يبقى بيترك او يرحل من هذا المكان. اوف sometimes combines with verbs احيانا بتندمج او بتيجي مع افعال to express the idea of something or someone leaving a place، عشان يعطيك فكرة ان شيء ما او شخص ما راح يسيب المكان ده، يعني يبقى في المكان ده ويروح مكان تاني. حلو، عامل لنا سبايدر ويب جميلة كده. Off, left off, ينطلق يرحل. Head off, send off, slip off, clear off. هعطيك المعاني واحدة واحدة. خلي بالك احنا بنقول off, O-F-F. إنما O-F واحدة of. Don't mix between both of them. Okay. عندنا example. The space shuttle will lift off at 9 hours. Space shuttle اللي هي مكوك الفضاء أو السفينة اللي بتطلع للفضاء، سواء للقمر او الاقمار تانية او بره الغلاف الجوي او للاقمار الصناعيه. will lift off، يا ترى lift off هو عاطيني المعنى ايه؟ leave the ground، بيترك الارض، يعني of a spacecraft or aircraft اللي هي السبيس شاتل. اوكي امال ايه 9 hours؟ 9 hours في 9 ساعات. حلو، طب lift off بمعنى ينطلق يرحل. حلو، يبقى عرفنا اول phrasal verb النهارده lift off. عارفين lift بمعنى يرفع، يبقى lift off ينطلق يطير، بس مش زي take off، لان يعني take off خاصة بالطيارات اللي بتعمل landing و طيران وهبوط في المطارات العادية، انما ده طاير لفوق اساسا. حلو، we should for the verb التاني we should head off at about 6 tomorrow. ايه head off؟ قالك start a journey or leave a place or leave a place، sorry not leave or leave a place. head off يبقى معناه ايه؟ يبدا رحله، ينطلق في رحله. خلي بالك في برضه set off برضه بمعنى ينطلق. we should head off at about، احنا لازم نبدا او يجب ان احنا نرحل او نبدا رحلتنا غدا في الساعه السادسه ان شاء الله. I've sent off that letter you wrote to the newspaper. I have sent off.
اعتقد من كلمة سند الوحيدة كافي، مش محتاجين اوف. بس اوف بمعنى ان هو راح خلاص، راح بقى بواسطة اليد، بواسطة بريد، عن طريق اي وسيلة. sent off. I have sent off that letter you wrote and ارسلت الخطاب اللي انت كتبته to the newspaper، ليه ليه للجريدة. sent a letter or document or parcel by car post، sorry. ارسلت الخطاب او الوثيقة او الطرد، الحاجة اللي انت اديتها لي by post، عن طريق البريد. يبقى sent off by post، يبقى انا ببعت بالبريد. حلو، ادي الفريزل فيرب الثالث. Let's try and slip off before the meeting finishes and go for a drink. Let's try، خلونا كده نحاول. and slip off، نسيب المكان بقى، يلا نخلص كده بسرعة وبهدوء كده وعشان نخلص. before the meeting finishes، قبل ما الاجتماع ينتهي. and go for a drink، ونروح نشرب حاجة، يعني عايز يزوغ كده بدري. leave a place quietly، يسيب المكان quietly بهدوء. so that other people don't notice you going، عشان الناس ما تلاحظش ان انت مشيت او عايز تمشي. اوكي، let's try and slip off، خلينا كده نزوغ. ها، خد بالك انت، خلينا نزوغ، نرحل من المكان من غير ما حد يلاحظ، نرحل من المكان بدون ان يلاحظ احد. before the meeting finishes، قبل ما الاجتماع ينتهي. and go for a drink، ونروح نشرب لنا حاجه كده، بعد كده نرجع لهم والاجتماع بينتهي. بيبقى احنا كده ايه، ما حدش خد باله مننا وطلعنا ومزاجنا زي الفل احنا تمام. Why did he just clear off? Why did he just clear off without saying goodbye? هو leave a place quickly، هو ليه رحل بسرعة؟ clear off، this is private property. property، ارحل من هنا، دي ملكية خاصة. يبقى clear off بمعنى يرحل من المكان بسرعة، امشي بسرعة، انت بتعمل ايه؟ ده هنا مكان تحقيقات. اوكي، يعني مثلا let's say I have prepared this. just clear off and leave me alone. just clear off and leave me alone. just clear off، من فضلك امشي، and leave me alone، ويسيبني لوحدي. حتى هو هنا كاتب لك ما بين قوسين informal، غير رسمي. يعني clear off ما بتستخدمش في الكتابات الرسمية أو في خطابات البيزنس أو حاجة بتكتبها ما بينك وبين شخص أكبر منك للاحترام. اوكي، إنما clear off دي ما بينك وما بين صاحبك أو واحد أنت متعود عليه. يبقى clear off، leave a place quickly، بيسيب المكان بسرعة، وبتقولها بصيغة ما بينك وما بين واحد انت متعود عليه. يبقى خدنا lift off، hit off، sent off، slip off، clear off. good. section B قال لك off هتبقى بمعنى ending or changing state، اما بينهي شيء، بينجز شيء، او changing state بيغير حالة شيء، حاجة بتتغير. ازاي؟ قال لك off sometimes express the idea of moving towards an ending. ان الشيء ده بيتم او اتجاهه او نزعته ناحيه حاجه راح تنتهي. or a change of state، او راح يتغير لحاجه تانية. ازاي؟ شوف كده المعاني والفريزل فيربس ومعانيها، رجاء نسجلها عندك. I'll come and see you off. see off، خلي بالك see off، احنا واخدين الدرس اللي فات see out، فاكرين انه بيوصلك لبره. واخدين برضو في الدرس اللي فات clear out، فاكرين انه بيشيل اشياء من المكان عشان يخلي المكان مرتب. خلي بالك انا بجيب لك افعال درسنا قبل كده مع حروف جر تانية، وبتعطيك معاني تانية. سجل الملحوظات وترجع للدروس اللي فاتت، او شوف التسجيل التدوين اللي انت مسجله من الملاحظات للدروس اللي فاتت، واعمل مقارنه، لان الكلام ده هو اللي بيثبت المعلومه عندك وبتفضل موجوده وحاضره دايما ان شاء الله. I'll come and see you off at the airport tomorrow. خلي بالك see off جميله جدا، بس استخدامها فظيع جدا، ان الناس ممكن ما تدركوش. I'll come and see you off at the airport tomorrow، ده معناه ان انا هاجي للمطار عشان اودعك، اقول لك جود باي. يبقى see off، go to the airport in order to say good bye. انت جاي في مكان عشان تقول لي جود باي. خدت بالك؟ ده an ending، towards an ending، ناحيه حاجه بتنتهي، خلاص رحلتك انتهت، وقتك انتهى، وانا هاجي اوصلك المطار واقول لك مع السلامه. حلو. My cousin has sold off his share of the internet company and started with a friend. sold off يعني واضحة، من فعل سل يبيع، sold باع، sold all باع كل، or part of a business أو جزء من البيزنس بتاعه. هي ليه جاي مع off؟ لأنه هو بعد عنه البيزنس ده، راح لشغل تاني. My cousin has sold off his share، باع نصيبه of
the internet company من شركة الانترنت اللي هو كان فيها. He started with a friend، اللي كان بدأ مع friend مع صديق له، رايح بقى مكان تاني راح يفتح بيزنس تاني. That is the use of sell off or sold off. حلو. After lunch بعد الغداء grandpa dozed off on the sofa. بعد الغداء grandpa dozed off نام، نعس، ينعس، ينعس. قال لك معناها gradually started to sleep، بالتدريج كده بدأ ينام. دخل لو الريكن كده على الكنبة أو الأريكة، بعد كده بدأ يظبط ظهره، ظبطها تحت دماغه، لف وشه، نام الحاج. يبقى grandpa dozed off on the sofa especially during the day، خاصة في النهار، زي القيلولة كده بس مش قيلولة لأن دي نوم في أي وقت عادي. Mr. Purser suddenly، فجأة said Purser looked very pale، شكله بدأ شاحب كده وغريب، الراجل ازرق فجأة كده ولا اصفر فجأة. And broke off in the middle of his lecture. Broke off suddenly stopped talking or speaking. فجأة ما عدناش بنسمع صوته، سكت. يبقى break off أو broke off stopped talking suddenly or stopped speaking suddenly، يتوقف عن الكلام فجأة. حلو. She's so clever، هي ماهرة جدا أو ذكية جدا. She can run off. ايه run off دي؟ ايه خلي بالك بقى 1000 or 1000 word easy in an hour. ايه run off مع 1000 كلمة في مقال في ساعة؟ It takes me all day. فكر كده ممكن يكون معناه ايه run off. ها وقف وقول المعنى اللي جه في دماغك صح او خطأ، مفيش مشكلة. It takes me all day، ده بياخد مني طول اليوم. هي كتبت ال 100 كلمة دول في ساعة، ده خد مني انا، ده بياخد مني الكلام ده طول اليوم. She can run off، يبقى run off معناه ايه؟ quickly and easily write something that is usually difficult to write، بسرعة وبسهولة تكتب شيء صعب ان احنا نكتبه. واو she is so special. يبقى run off بمعنى ينهي، ينجز. فاكرين لما كنا بنشرح في البداية قلت لك معنى ينهي او ينجز شيء لما دخلنا سيكشن بي. يبقى she can run off، هي تقدر تنجز او تنهي او تقوم بشيء بالمعاملة ديت او بالمهمة دي. a thousand word easy، تقدر تكتب ان انا نور في ساعة، 1000 كلمة في مقالة في ساعة. it takes me all day، ده بياخد مني يوم كامل عشان اكتب نفس المقالة بألف كلمة. واو she is so clever فعلا. note، لاحظ that معنى تاني run off with the meaning of leave somewhere quickly could also have been included in A above. اه يعني هو في section A كان بيكلمك عن افعال بتيجي مع off، ان انت بترحل leaving a place. لو انتوا فاكرين كان عنوانها ايه leaving places صح؟ ف lift off، head off، sent off، slip off، clear off، وممكن نضيف لهم كلمة كمان سادسة run off. run off بمعنى يرحل من المكان بسرعة، هو عايز يقول لك اهو leave somewhere quickly. يبقى انا عندي run off في الدرس ده لها معنيين، انك بتنهي شيء او بتنجز شيء اوكي، او بتقوم بمعاملة شيء بشكل جيد او افضل من اخرين. وعندنا معنى تاني run off that you leave somewhere، انك بتسيب مكان quickly بسرعة. تمام. في section C other expressions with off، معاني او تعبيرات اخرى مع off. حلو. What he said، اللي قاله، خلي بالك بقى المعنى ده لذيذ جدا ورائع وبيستخدم كتير 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 وناس بتغلط فيه. What he said has put me off the idea of going to Blandville. انا عايزك تكتب لي معناها من غير ما تشوف، حاول كده تكتب put off، دي ممكن يكون معناه ايه. What he said، اللي هو قاله، has عمل ايه فيها، put me off the idea of going to Blandville for a holiday together altogether. ان انا اروح العطلة في Blandville altogether كليا او تماما. يا ترى الفكرة دي حصل لها ايه؟ the idea of going. قالك put off معناها made me not like something، خلاني اكره شيء او مش اكره، ما احبش شيء
اشمئز من شيء عمل ما بيني وما بين الحاجة دي حاجز كده، هي دي بوت اوف. طب شوف كده الصفة من بوت اوف، احنا واخدينها قبل كده ازاي نجيب صفات، او ان الصفات والاسماء ممكن تيجي من الفريزر فيرب، من الفعل المركب. فبوت اوف لما بتبقى صفة بنقلبهم بتبقى اوف بوتينج او اوف بوت. حلو. His description of the hotel، وصفه للفندق was very off putting، كان فعلا مقزز، اشمئزاز، حاجة زي كده off putting. قالك off putting دي adjective صفة، made something sound unattractive، بيخلي شيء تبدو unattractive، غير جذابة، or unpleasant، أو غير سارة، في حاجة غلط. from the verb put off. يبقى عرفت put off بمعنى ايه؟ يبقى put off بمعنى يقزز او يقرف واحد من حاجه، off putting اشمئزاز، غير صار، غير جذاب، بخلي حاجه كده مش ما تشدش انتباهك، ابعدك عنها. this is put off and off putting. good، اتمنى انهم يكونوا واضحين. maybe we should hold off. hold off and go to Paris or somewhere in the spring. hold off أكنها بيقول لك delay. delay doing something، يأخر شيء ما عن حاجة إنها تحصل. maybe we should hold off and go to Paris or somewhere in the spring. ربما إن إحنا يجب إن إحنا نؤجل القيام بهذا الشيء and go to Paris، ونروح باريس or somewhere أو أي مكان in the spring في الربيع. حلو. احنا واخدين قبل كده put off اللي فوق دي بمعنى يؤجل على فكرة أو يؤخر، وفي معنى تاني يؤجل، لو أنت شاطر كنت تقوله لنا أو تفتكروا إيه من المعاني اللي بتساوي كلمة يؤجل أو يؤخر. I hope someone who was following us، من اللي متابعنا أو who is following us and still following us and will follow us أصلي me could give me the mean the correct answer about this. نكمل. يبقى عرفنا انه hold off يؤجل يؤخر. حلو. ليه قلت يؤجل؟ عشان ما اجيبها لكش سهله. اوكي. I think I have managed to turn him off. عارفين turn off صح؟ يطفي مش كده؟ طب شوف كده. I think اعتقد I have managed to turn him off the idea of building a model railway track in the back garden. فكرة انه يعمل نموذج من قطار او طريق، واخد بالك انت، in the back garden، في الحديقة من الخلف. ايه اللي حصل؟ قالك turn off make someone decide، بتخلي شخص يقرر that they are not interested in something. يعني انت بتحبط فكرة، بتخلي فكرة عنده تتلاشى، ما عادتش تبقى موجودة، بتفقد الشخص ده الاهتمام في شيء. يبقى turn off مش بس بمعنى يطفي او يغلق، لا، ممكن تيجي turn off ان انا اخليه تفقد الاهتمام في شيء. it's like making you off putting of something، بخليك كده تشمئز من شيء، بتكره شيء، ما حببكش في شيء. so I make it sounds like unattractive for you or unpleasant. تستخدم الكلمات اللي فوق والحاجات اللي فوق. حلو. يبقى turn off خلاص، ببعد فكرة عنك، بفقدك الاهتمام في شيء ما. she didn't get offended by the comment. هي ما شعرتش او ما اصابتش بالاهانه او بالاساءه من التعليقات. she just laughed at I'm sorry she just laughed it off. laugh off، laugh يضحك، off قالك يعني laughed about something، ضحكت عن شيء ما، unpleasant غير صار، يعني حاجه اساسا مش حلوه، كلام مش حلو في حقي او كلام اتكتب عني، وانا قعدت in order to، وانا قعدت اضحك عليه. ليه بقى قعدت اضحك عليه؟ to make it seem less important or serious، عشان اخليه يبدو ان هو مش مهم او مش حاجة جادة قوي يعني، فيضحك سخرية من شيء او تهكم على شيء خاص بيا علشان ابين انه مش مهم او it's nothing for me. اوكي. يبقى يضحك ساخرا، laugh off يضحك ساخرا من شيء، خلي بالك، خاص بي او بشيء تاني بس عشان ابين انه ملوش اي اهمية. سيكشن سي يعتبر هو الاهم.
هو وسيكشن بي شويه. سيكشن ايه اعتقد واضح، معانيه واضحه تقريبا وممكن تتفهم من معنى اوف مع الحاجات ديت. سيكشن سي يعد هو الاصعب لان المعاني مختلفه تماما عن اصلها في الفعل. فرجاء نسجل ملاحظات هذا، بالله التوفيق، والقاكم على خير ان شاء الله في درس جديد من دروس كتاب انجلش فريزر فيربس. كان معكم مسلم طاجن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله، مع السلامه.